اليوم بدي أخبركم خبرية بس ما أنا حلوة. لأول مرة أخبركم خبرية مو حلوة. والله مش حلوة. تعرفون أن اليوم أنا آخر حفلة لي بإسطنبول؟ إيه والله. والله صار عندي ظرف ضروري، واليوم إن شاء الله بنعمل أحلى حفلة، وبعد شهر برجع لكم بإذن الله. صفقوا صفقوا صفقوا، بتسافروا وترجعوا بس لاقوني عندكم إن شاء الله. أني فوق وأبقى فوق، طالما أنتم معاي إن شاء الله عطول بنظل فوق أنا وأنتم قاعدين. والقافلة تسير، لا والله مو كلاب، والعرصات تنبح لأنه الكلب وفي، كلب إذا طعميته يوفي لك. مزبوط مزبوط. من يوم رايح القافلة تسير والعرصات تنبح، مو هيك؟ لا لا خلص العرصات بزيادة. اللي بيجي على راسي والله أنا فوق وأبقى فوق، والجواية ما أشوفه، اللي يسمع باسم العساف يرجف رجف من خوفه. صوروا لهم هالمقطع وابعثوا لهم إياه، قالوا لهم هذا هدية من مازن عساف لأني ما يحبني طبعا. آخر سهرة وسافر أوصيكم طلابي، آخر سهرة ومسافر أوصيكم طلابي، ما بدي أسمع هالمشاكل طال أحسكم بغيابي، ما بدي أسمع مشاكل. نعيده عشان يفهموه. آخر سهرة ومسافر أوصيكم طلابي، آخر سهرة ومسافر أوصيكم طلابي، ما بدي أسمع مشاكل وطال أحسكم بغيابي. اشتغلوا هالشهر هذا، عندي شغل بغير مكان. انا رايح فترة سياحة لازم ناوكت راحة، رايح فترة سياحة ولازم ناوكت راحة، حتى انطولت الغيبة أبقاني ملك الساحة. مشاكل ما بدي أسمع خالص أنت وهو، تمام؟ خبروني الشباب إذا صار مشاكل. مثل ما أنا مأدبكم على إيدي مرتبكم، مثل ما أنا مأدبكم على إيدي مرتبكم، لا تنسون الوصية طبعا من معلمكم.